حواته. واحد اثنين تلات خالص؟ ايه لسه ما تخبرش خليك مغمض. يلا حبيبتي يا جانا. تلاتة أربعة خمسة خالص؟ خالص. جانا وينك؟ جانا وين بتخبي حبيبتي جانا؟ كومستير. كومستير قبلك. بحبك. وأنا بحبك. بس لو بتحبني عن جد بتعلن زواجنا مش عرفة. حبيبتي بدك تصبري، والله ما بصير إلا اللي بدك إياه. ما جوعتيش؟ والله استوينا واحنا نلعب غماية. والصراحة أنا كثير جوعانة وجع بالي بيتزا. بيتزا؟ اطلب لنا بيتزا. بعرف لك معلم بيتزا بجنة. ألو أبو خلف، اسمع اعمل لنا تنتين بيتزا، نص بربربر بكياني والثاني بربربر بكيو. اسمع خليه يرن علي ضروري. ها ضروري يرن علي قبل ما يجي، ضروري. ها فاهم؟ واحد اثنين ثلاثة خالص؟ لسه حبيبتي ما تخبيتش. شو ماله هذا؟ شو ماله؟ شو ماله؟ شو ماله؟ شو ماله؟ خلاص شو ماله هذا؟ خلاص شو ماله؟ خلاص شو مالك يا زلمة؟ شو ماله؟ شو مالها؟ خذ هدول الاستاذ رامز. هذه وحده بربكابور وحده بربزان. ودي له اياه ابو حكي معه التليفون قبل ما توصله، فاهم؟ بعرفه رامز، كل يوم بودي له على الدار. خلص انا بعرفه، بعطيني بيت كمان. ايش بعطيه؟ بيت تيب تيب. خلص انا بعرف داره يا زلمه، كل يوم بروح عليه يا زلمه. طيب هلا بروح عليه. حطيت له فطريات؟ ايش حطيت له؟ فطريات ولك فطر؟ فطر. شو مالك يا زلمه؟ شو مالك؟ شو مالك يا زلمه؟ شو ماله؟ يلا اطلع. شو ماله هذا؟ شو ماله هذا؟ شو ماله؟ شو ماله؟ شو ماله؟ لسه ايش تحكي معه التليفون قبل ما توصل؟ شو ماله؟ شو ماله؟ الأغنية كسرت الدنيا. مين الشاعر اللي كاتب هالكلمات؟ يا أخي عميكة عميكة. الله من أغاني الزمن الجميل. فوق فوق فوق. وطرفنا السيارة. رامز يعطيك العافية، أنت طلبت بيتزا نص بربريان وبسبزيو، جبت لك إياهم. أخ رامز كلك نظر. لا إحنا ما طلبناش بيتزا، وبعدين رامز مسافر على تركيا يا أخوي. يا أختي مسافر على روسيا على تركيا، أنا مالي ومالي، أنا المهم عنده حاسبني. أبوي بخصمها مني، الدليفري مجانا بخصمها مني. رامز رن عليك وطلب بيتزا؟ أخ رامز طلب علينا، طلب علينا وطلب نتصل عليه ونوصل له البيتزا. أخ رامز 100% هو اللي اتصل، أنا متأكد.
انت متاكد انه رامز اللي رن عليك؟ اه متاكد، طلب نصبر بلا جزي واخ رامز مالي. ايه رن لك عليه؟ طلعيش في صور في اشياء خاصه. احكي احكي. خرامس يعطيك العافيه. انا مش انت طلبت نصبر لنا الزيو؟ انا اللي عيني ما تحكي له اني هون بالمره. شو يا اختي مين بده يحاسبني؟ انا ما انت عارف ال اخ رامز انت طلبت نص ال الزيانه بالزيو؟ احكي له وين اشي يا اختي مين بده يحاسبني انا المهم؟ انا بحاسب اخوي يا عمي خلص ماشي. اخ رامز وين بدك تيجي علي؟ وين اجي انا عليك؟ فيلا رقم 12؟ فيلا رقم 12 بحكي. طيب ماشي هلا بجيب لك، هلا كلنا بنيجي عليك، كلنا. فيلا رقم 12. امشي معي امشي. بس ما فيش عنده حدا، كان بس صوت واحدة بيلعبوا غماي، شكله هو وزملائه بيلعبوا غماي، مش عارف. خلصني. يلا طيب يا اخي طيب. يودي واتساب لابوي بس. يابا احنا غيرنا المكان. غيرنا الواجهة. مش علي كل اللي بتعملوه عشان ما تحسبوش انا فاهم. الدليفر لعبتي انا مكاكي في 100 قفص وما بحبش حد يكاكي في قفصي. كاكيش وتعوج بكاكي لحالي كاكي حبيبي انت خلص بكاكي لحالي ما تكاكيش معي. هلا رمز ايدك عن اختي. يلا عز تبعت واتساب للوالد. ها يابا احنا راح نغير الواجهه. شت الحبايب يا حبيبه حبيبه. يلا توكل على الله. يلا سنوني هاد مش شغالة. سنوني هاد مش شغالة. خلاص سلوه وينه؟ بيتزا بيتزا. يلا شوفي شوفي يفوت طلع. يبا 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 لسه. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. حبيبي خالد حط البيتزا بالمطبخ. هلا فهمت اللعبة شكلها ازعجكم. خالد يلا يا حبيبي يلا لعبة ببجي طخ راح يوصل للركب. خالص لسه والله روح لبسنان ياكل والله نعرفه. بسرعة سك الباب وراك يلا بروح بتلعبوا سبع حجر احلى. زعلتني جاهزين؟ أنا مش فاهم ليش مكبرين الموضوع. واحد وواحدة بيلعبوا غماي، شو القصة؟ بيلعبوا شو؟ غماي. أنا اللي شفته غماي. بنت بنت بنت. وصلتوا؟ خلصوني يا جماعة الخير. بدنا النهنة واثنينة، وأنا عظمي على أخته. يلا. ترون ليه؟ الفطورة يا أستاذ، مين تحسبني؟ يلا يا شباب. يلا بلعبوا معي. شفتم لابسين شفتم لابسين. مين دو حسبني يا شباب؟ مين دو حسبني يا جماعة؟ هيا جوا بلعبوا غماي يمكن متخبي ورا الكنباي. مين دو حسبني يا عمي؟ مشان الله مين دو حسبنا؟ هيا جوا يا شباب مين حسبني يا عمي؟ مين حسبني؟
اليوم اثنين عطلة الحلاقين الشغل نار. مين تحاسبني؟ أخ رامز. عم يحاسبونا. يا شباب حدا يحاسبني، الفاتورة هيها. هاي الفاتورة. يا بي. رامز. رامز. عم يحاسبونا مشان الله. هاي ويو. مين تحاسبنا يا شباب؟ هاي الفاتورة. تطلع 40 دولار. أخ رامز. أخ رامز. الفاتورة اليوم عطلة الحلاقين الشغل نار. راح اليوم انضرب. مين تحاسبنا؟ ارفعوه شلوه 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 شيلوه العنيه شيلوه شيلوه. مين تحاسبنا يا اخ رامز؟ اخ رامز مش سامعك. الله لا يوفقك يا خلف، بطل تخلف. هذا كلام تلعبه ما كان اللي عملت لك دك شطرنج. مين تحاسبني يا شباب؟ يا عمي مين تحاسبني؟ انت زغرتي؟ مين تحاسبني بقول لك؟ مين تحاسبني؟ شباب شباب منتوف يا جيل. شباب شباب منتوف تستو. منتوف يا جيل تستو. منتوف يا جيل تستو تستو. وبعدين معكي انتي؟ ما بدك تحلي عني بقى؟ يا اخت الشرشوحة تعالي، ما بدك تفلي بقى؟ ما بدك تحلي عني؟ تعا بقى خلص انا زهقت. توو منتوف يا دجاج. هيدي اخر مرة بشوف الدجاج من دجاجتك عندي. رجعت دخلت عندك على الصلاه؟ يا ما شاء الله صارت حافظه الطريق لوحدها. بركي بدها تعمل شسوار، ضربي لها شي ضربه بالشسوار. عم اقول لك هيدي اخر مره بشوف الدجاج من جاتك عندي. اعملي لها ضربه بالشسوار، منتوف يا دجاج. ايه تتي. زهراء زهراء. حمار. خلاص كربيني وضربيني فيها. لك خلص بقى، ما بدي اشوفك هون. جدا حمار، انا ما بستاهلك، انا ما عم نام الليل وانا افكر فيك يا زهراء، امتين بدك تسامحيني؟ يوسف لامتين بدك تضلك داير وراها؟ وانت لامتين بدك تضلك دايره ورا جوزي؟ وانت لامتين بدك تضلك مجرستيني بالضيعه؟ وانتوا لامتين باين هون يا ما شاء الله؟ يلا من هون بدنا نترزق. منتوف يا جيج شستو. هو ان شاء الله بهووكي بالجهنم اللي تاختي. شابة بربيل سلامتي. شستو انتوف يا جيج شستو. انتوف يا جيج شستو. منتوف يا جيج شواب 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 شستو. هل هيدا مثل البشر؟ مو قادرة، غطى على قلبي وبرمي هالطول وهالطلة. لك شباك انت وياها؟ أول مرة بتشوف الرجال؟ لك هيدا مثل الرجال بنعرفهم؟ طب يلا يلا، كل واحد على شغله يلا. بونسوار يا زهرة. بونسوار. أنا أنس جارك هوني، إن شاء الله الكراسي يكونوا على الزاوية. بس هيدا الكرسي الأحمر منو عاجبني، خليني آخذه بنجده وبرجع لك إياه. ما بوشي عاجبني هايك. لك لا والله ما هو حلو، باخده بده حشوة. انتو لامتين فاتحين هوني؟ منتوف يا دجاج. منتوف يا دجاج. لك يا عمي حل عني بقى، ما بدي صالحه. انت شو عم تعمل هون؟ منو هيدا اللي مالك؟ شو هلا لقيت اللي على ايده؟ لا تقلقي. هيدا واحد مقلعة تعوتني ثيابي.
طيب لامتين فاتحين وين؟ لك روح من هوني بلاش رنه قتلي اخليه يضي القمر يبطل يشوفه. يوسف انت لامتين بدك تضلك لاحق وراها؟ وانت يا عيني لامتين بدك تضلك لاحقه ورا جوزي؟ وانت لامتين بدك تضلك مجرستيني بالضيعه وراي على ملحمتي؟ ما قلتي لي لامتين فاتحين؟ لك حلعنا ولو حلعنا يا جعلتي لي القيمين. اه يلا بريا من تفهم من جهين مرسي. اخي انس. ايه معلم. شو اخبارات الغرض؟ الغرض بالحفظ والصون. بعرف بالحفظ والصون بس عم تيجي بدك تسلمني اياه. ان شاء الله ثلاث اربع سنين بيكون عندها. شو؟ بردو ثلاث اربع ايام بيكون عندها. ايه اذا ما سلمتني اياه بالموعد بعدها بدي اشيل عويناتك وركب مكانه براغي. ليك برنك قتلي بخليك تبطل تشوف ديو للقمر. روح شوف لي الامتين بضل فاتح الصالون يجعل لها سكه. منو هيدي؟ مش بطالة. تعال. عمرك معلم شفت لي صالون لامتين فاتحين؟ علم شو رايك نسكر لهم المجاري وتفتح بالصالون وناخذ الكرسي ونطلع؟ ايه فكره. هلا بفوت على الحمام سكر العاره كلها. روح شوف لي لامتين فاتحين. يلا عمرك معلم روح. يلا يلا دوبنا نلحق على هالمصيبة هيدي. يا لكي كلفين المي وصل للركب. انتزع الكرسي. يا زلمة كل المحل انتزع هو بس هالكرسي. معك ومالو بردون زهرة المي وصل للركب انتزع الكرسي. انت شو عم تعمل هون؟ اجل مقلع. لك اسمع برينك قتلي ديو للقمر بتبطل تشوفه. لك يوسف لا انت بدك تضلك لاحق وراها وانت يا عيني لامتين بدك تضلك تحقى ورا جوزي. ولك لامتين بدك تضلك مجرستيني بالضيعه. لامتين انتو الجوز بدكم تضلوا هوني. لك برنكو قتلي ضيوا للقمر بتطلع تشوفوه. لك خديه على الملحمه. ايه حاضر باخذه. لك هيدا رجال وانت رجال قدامي على الملحمه. يا لخي انتزع الكرسي انتو لامتين فاتحين. يا زلمه حل عنا ولو راح انتفك يا بياع الفشاش والخعات. يلا انت وياها على شغلكم. كثير راح تفتح. أنس شو بيك؟ شو صار لك؟ شو بيك؟ دعوني يا زهرة خديني على الهوسبيتال. خديني على الهوسبيتال. شكرا يوسف عزبتك معي. لا تشكريني عيوني لإلك. ما بدك تسامحيني بقى. خلص يوسف بشرفك انسى. يعني تركني ليلة عرسي وبطلت ترد على التليفون. خلي مرتك والملحمة يفيدوك. كنت حمار وهلأ اندمت. بدك طلق مرتي بطلقها. يوسف لامتين بدك تضلك لاحق وراها وانت يا عيني لامتين بدك تضلك دايري ورا جوزي وانت لامتين بدك تضلك مجرستيني بالضيعة قدامي على ملحمتي. ماله هيدا المقلعات؟ فكك منه هيدا ولا شيء. الحمد لله على سلامتك أنوس. عزبتك معي يا زهرة. لا غلبة ولا شيء. زهرة تعالي اقعدي هوني. اتجبت بهيدا الوقت لهوني. منو هيدي؟ بنت خالته لأنوس. ايش جابك بهذا الوقت لهوني؟ نفسي افهم.
يلا أنس، المهم سلامتك. الحمد لله على السلامة. رح أترككم تشبعوا ببعض. زهراء، والله ما رح أحنيكم ببعض، والله لو أرجيك فيها رح أرندك قتلة ديو للأمر. ما تشوفني ايه منشوف جابها هوني، كنت مزبطة. والله أرن قتلة ديو للأمر. ما تشوفه هلا، شو صار حالك؟ أكيد مشتاقة للمحروس. لا مشتاقة له ولا شيء، حلو عني بقى. زهرة! لك زهرة! لك وين الغرض؟ وين الغرض؟ خطفوه لأنس! أي غرض؟ عن شو عم تحكي؟ شو بقى أنس؟ صار له شيء؟ يا سلام! عملتلي فيها إنك حبيته ما؟ لك أنس لا بحبك ولا شيء، كل القصة إنه هو بيهرب دخان ومهرب كروزين دخان عندك في الكراسي، بدي إياهم! يا ابن الحرام! طلع مهرب دخان؟ عشان هيك هاكل هم الكرسي؟ لك ايه؟ يلا اعطيني اياهم، يلا خطفوه لأنس. اين الغرض؟ هيدي الغرض، ما بسلمه غير لما اشوف أنس. ايه بتشوفيه؟ فرجوه انا معطر. هلا كل هاول كرمال هيدا؟ خد. شو بدي امسكهم هاول؟ ما بدي ارجع اشوف وشك مرة تانية. امشي من هاول. نوس، شو عملوا فيك؟ انت منيح؟ لك حلي عني بقى، لك فلي من هاول. لا انت بدك تضلي مستلميتني. لك فلي من هاول، بلاش رنك قتلة تبطل تشوف ديو للقمر. لك حلي عني من شانه هلا، حلي عني. زهرة! 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 ارجع ارجع معلي، ارجع. خلي بالكم من الصبايا، خلي بالكم، خلي بالكم. دير بالك في عربية، في عربية على اليمين. ارجع ارجع، دير بالك. في ملمع سكربيني، في ملمع سكربيني. اوعى تلتشو، اوعى تلتشو. كمان شوي، كمان شوي. خلص خلص عندك، وقف. هل مقلق بياع الفيشش موجود. زهرة مصعب فرج، انا انس وسيم نسيم. تتجوزيني؟ زهرة مصعب فرج، انا انس وسيم نسيم. تتجوزيني؟ انتوا لامتين فاتحين؟ نحن اليوم قافلين. لك بحبك. انا كمان بحبك. منتوفي الجد. كل هالفيلم عشان خرطوشين دخان. ششطو ومهوه. Hello, if you please. Hello, my dear. How can I help you? سيارتي, my car, بتقطع وأنا ماشي. No electricity. في problem بالelectricity. Don't worry, my dear. I will check it. Arnold. Yes, teacher. Why you call me teacher? Because you are my teacher. Oh, I'm teacher. Bring me my computer. Okay, teacher. Thank you, thank you, thank you. Please. Thank you. Open the door. Arnold. Yes, teacher. Change fuse number 2. Okay, teacher. If you please. Done, teacher. Okay. It's ready. Oh, thank you, Steve. Thank you. Thank you for it. How much, Steve? No, no problem. It's a fuse, مش مستاهل. No, 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 no. I must أدفع. 10,000 euro. Huh?
سجلهم على الدفتر. I cut my hand إذا ما أنت عربي. استفتحنا على الصبح 10,000 أورو على الضفة. أطول العمر أباش مهندس جعفر. كان عندي جرافة غيرت لها سنبرسات وكفات مطور. غلبتك معي يا أخوي. السيارة مش راح تشتغل بالمرة، مش عارف شو مالها. بدي لحق جيب مرتي من المطار. ما هاي سيارة مرتي حكيت لك. أنا بروح باجي ماشي على شغلي. أنا هني بالطريق عليك طويل العمر. يلا 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 يا أخوي. أبو حسن وينك تأخرت مهندس جعفر؟ والله كان عندي جرافة. اطلع اطلع يلا يلا. تأكد لي من البطارية. بطارية أشعل أشعل. صلي ثلاث ساعات بشعل مش راضي تشتغل. بدك نحل المشكلة بطريقة علمية ولا نقعد نتحذر؟ المهم تشتغل. معلم بدي إياك على جنب. معلم هاي السيارة بدها أفرهول. السيارة بدها تغيير دراي شافت زي ما أنا شايف. الله يمك يا معلم، فعلا بدها دراي شافت. عص ارفعها غير الدراي شافت. شو صار معها؟ خلي جرب هيك يا معلم. أشعل أشعل أشعل. مش راضية تشعل مش راضية تشعل. مرتي بعد شوي بتيجي خلصني. يا عمي انت بدك نحل المشكلة بطريقة علمية ولا نقعد نتحذر؟ المهم تشتغل. معلم بدي اياك على جنب. معلم السيارة بدها جير، الكهرباء بتصلش للجير. بدها تغيير اكسات زي ما انا شايفها. فعلا انك معلم، فعلا بدها تغيير اكسات. ارفعها وغير الاكس. شو صار معك تحت؟ هالرجال اشعل. مش راضي تشعل بالمرة، انخرست. انت بدك نحل المشكلة بطريقة علمية ولا نقعد نتحذر؟ معلم بدي اياك على جنب. يا عمي السيارة بدها اكزوست، الاكزوست مش واصله كهرباء. الموتور مش واصله كهرباء زي ما انا شايفك، غير الموتور فكره. يلا معلم اياك على جانب. تقول لي شوي اياك على جانب يعني رايح جاي هلكتني يا زلمه. ايه بدنا نحل المشكله بطريقه علميه ولا بدنا نقعد نتحذر؟ شو عم تعمل بسيارتي؟ بردان مرتي. شو عم بتسوي بسيارتي؟ بدها موتور. موتور شو يا حبيبي؟ أنا تارك السيارة قبل ما أسافر بلا بنزين عشان حضرتك ما تقعد تمشور فيها. والله كنت حاسس إنها بدها بنزين. عص فيك تنك البنزين نقطع محطة الوقود ومنرجعه. والله ماك معلم يا معلم. معلم بدك تاخذ وين يا أخوي محطة الوقود عشان بنزين؟ بدي أخذه غير البنزين ورجعه. غير البنزين. طيب يا اخوي انت بدك تحل المشكله بطريقه علميه ولا نقعد نتحذر؟ لا يعني بدك تحل الموضوع بطريقه علميه ونتحذر دقيقه واحده. للعلم احنا مش ميكانيكيه، احنا كنا جايين نصلح المكيه. ليش بتلوت في ضمك يا معلم؟ شكله بدي تغيير فيك. استنى اشوف شو بده يعمل. طيب دقيقه. ايه ليش؟ بدك المسدس يعني؟ لا فرجيني اشوف. انا لا حضرتي بلوص ان شاء الله. استنى انت بحسدك يا معلم. يا بنت تاخذي بحسدك ان شاء الله. تفجي ان شاء الله ان شاء الله. صندوق العده يا معلم. مش وقته انت تشبر رجلي. Thank you.
الشباب ليلة من ليالي الغنى ليلة من ليالي العمر ليلة في اي بي مع مطرب الحواري والزقاق مطرب العمارة اخلوند الاغاني الشعبية احصان الطرب الاصيل وحيد قرن الطرب رقم واحد مش اثنين رقم واحد مش اثنين نمبر وان وسع 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 في عام 1920 عاش الجد الأول لعائلة أبو صوت، كان يدعى أبو صياح، وكان يمتاز أبو صياح بالصوت الجهوري الخطابي الذي يزلزل الجبال في خطبه الرنانة. مين اللي سرق الأرنب؟ الأطراق مولع معهم بدهم الأرنب أرتغل في الطريق كل الأرنب دولار ونص اطلعوا فيه خلينا نحقن الدماء مين اللي سرق الأرنب مين اللي سرق الأرنب اطلعوا في الأرنب وامتدت سلالة أبو صياح إلى يومنا هذا. سلطان! أيوة! لو إنها الرموت! ما هيو عندك تناوله! طب ما لشايفه إنه عندي جيبه! أنتوا بس مشغليني عندكم! هات الرموت وكب زبالة! أنا هاي الرموت قدامك! ما تقول تطلعنا عالجيبه! شوي شوي عالولد! وإنت يما يا سلطان! قوم جيب لي كريم للشعر! انت بس عندك تشغليني جيب لي بيبي اويل وبيبي اويل جننتينا في البيبي اويل تاعي اي خف شوي على الولد ما حدش شايله من ارضه بدنا نجوزه انت بحزامك شفنا لك عروس فرجي صورتها يا ام سلطان مش داعي يما حبيتها طب قوم جيب لي كريم للشعر بدي اخذ شعر عشان
منقومي. أنا بتحمم على الهرس. وتقدم سلطان لخطبة هند. هند تمتاز بالرقة والصوت الشجي والجمال، وتحب الزهور والطبيعة. بتحبي بنا بالضبط؟ امشي يا زلمة، تشتتوناش الموضوع. هل بنت القهوي شو غير؟ هذه طارهم كلها شجر زي الغابة. هذا ورد، هذه هند، هند البنت، شايفتها؟ حبيتها، أكل العريس. خذ وقتك يا ما تستعجلش، ما أنت شايف وضعي. أخذت وقتي، حبيتها، دارهم كلها شجر. احكي. يسعد مساك يا أبو هند، وين المدام عنا؟ أنا وياها منفصلين من زمان، وأنا ربيت الأولاد. وليش انفصلتوا؟ وكيف بتترك الأولاد الله يسمحها؟ تتتتتوش عن الموضوع الأصلي، إحنا جايين نطلب البنت. يما تعالي وشوشي. نعم. تحطيش رجل على رجل، رجلك بوجه الزلمة. شو وشوش دمك ولا؟ يا زلمة بقول لك تحطيش رجل على رجل، رجلي بوجه الزلمة. نزلي رجلك، رجلك بوجه الزلمة. احنا ابو هند جايين نطلب ايد سلطان لهند. هند لسلطان. هند لزكريا. تتتتتوش عن الموضوع الاصلي، احنا جايين نطلب ايد بنت. يا عمي هذا القرار بيرجع لهند، بنسأله ونشوف. حقها طبعا. اكيد يابا، بعرف انك انت واقفه ورا الباب، لو عند دار عمي غير تسمعي كل اشي. تعالي جاي، فوتي فوتي فوتي. هاي عمو، هاي خالته. وانا ماليش. هاي هاي سلطان. اقعدي تفضلي يابا. اه تعالي وشوشك، البنت نزه، اضرب الحديد وهو سخن. شو وشوشك؟ بقول البنت نزه، اضرب الحديد وهو سخن. ما انت شايف ابوها طرطور؟ شو طلباتكم يا عمي؟ الطلبات كلها للبنت. بابا بعد اذنك ممكن شوي اقعد مع سلطان؟ حقها طبعا. اكيد. اه بابا بصير، تفضل. يلا الغزلة رايقة، تحب الناس السيئة. اسمعي، انا عرفت كثير بنات بحياتي، بس ما حبيتش ولا واحدة. للأمانة انت غير عنهن كلهن. انا ما كنتش بدي اتجوز، اهلي ضغطوا علي، بس لما شفتك قلت هادي هي. وابوي كان بده ياني لبنت عمي، حلقت له. أنا زمان حبيت واحدة كوافيرة، كوافيرة شعر كانت، بس أهلي ما وافقوش لأنها أكبر مني بشهرين، خافوا تضحك علي. بس والله أنت غير، أنا بحبك يا هند. فيش داعي يا عمي تقعدوا لحالكم، تعالوا سامعين كل إشي، تعالوا تعالوا. زبطتها. زبطتها. إحنا ضغطين عليك يا بقى سلطان، وأني بنت عمك، أنا يا أخوة. هذا سمعك قوي. آه يا هند، إذا بنتك سلطان قولي تستحيش. يا عمي مش موضوع حيا وما حيا. تخجليش بابا، احكي لي أنا. لا بابا مش هيك، يعني الموضوع إلك بالآخر، بس صراحة شفت إيجابياته أكثر من سلبياته. أكل العريس، اتوكلنا على الله. الغزة لا ريئة. تزوج سلطان عن عمر يناهز 35 عاماً من هند، وحملت هند، وأحبت هند سلطان حباً كبيراً، وكان ثمرة هذا الحب الكبير ابنهم صياح على اسم جدهم الأول. شدي! اضغطي! قصي! شو بتسوي عندك؟ المرأة بدها تولد، ماله؟ ولي مرتك؟ هيا يا زلم، هذه مش مرتك. شو بعرفني؟ سمعت واحدة بتصرخ، فكرتها مرتي. ما انت في مستشفى ولادي، الكل بصرخ. طب مرتي وين؟ في غرفة 404. طب خليك عند هيك وطمني عنها. ماشي. سامك. فيك اشي؟ اضغطي يا هند، قد ما عرفت بنات في حياتي ما حبيتش غيرك. يا زلمة شو وقت الحكي هسا؟ انت شو دخلك؟ ايه انت شو دخلك انت؟ اضغطي شدي شدي يا هند شدي. يا زلمة انت شو دخلك؟ يا زلمة بعدين معك شو بتسوي هون انت هالشغلي؟ اقدري مش هانا طبعا.
شدي. شو اللي صار؟ شو اللي صار؟ ماما ماما مبروك، بشبهك. اغا ماما بسأل عنك. سامعته. الله يخلينا لبعض. شو؟ شو بدك عليك؟ اطلع برا. انت لبعض. يا زلمة انت شو بتسوي هيك؟ خذ ابنك واطلع برا. يا زلمة اطلع برا. يا زلمة خذ ابنك واطلع برا انت، خلص. انتهى الموضوع. هذه جريدة 1993، أبو خالد مدير الضريبة زمان متوفى. مالكم على هالموبايلات مشغولين؟ شو في؟ في شيء مهم يابا، هاي علا خيال متجوزة بس. وأنا زيك والله، بقلب بالصدفة. بس يا أخي مش حاطين صورة جوزها كنه؟ يا أختي تتجوز مين ما تتجوز، شو بدنا فيها؟ مش هالموضوع المهم، أصلاً طلع لي بالصدفة. مين ولا الخيال؟ وحدة مشهورة تجوزت وما حطت صورة جوزها. يابا مش هالموضوع المهم، تقلقش حالك يعني، أنا طلع معي بالصدفة عادي يعني، مش مبين مين جوزها. أنا بالصدفة، صاحبتي بعثت لي إياه. ألو نانسي، كيفك حبيبتي؟ حبيبتي اسمعي، بقلب بالصدفة طلع عندي على الخيال متجوزة، بس مش حاطين مين جوزها. الصراحة أنا مش كتير مهتمة، بس إذا عندك صورته بسرعة بعتي لي إياها، هيك بس. يا عمي فرجونا مين جوزها، مين هي؟ يا عمي هاي هاي يابا، ها علا، بعرفها هذه فنانة. طب حاطين صورة جوزها؟ يا بابا احنا شو بنحكي؟ انت ليش كاتل حالك لهالدرجة؟ عادي الموضوع يعني مش مهم. يا اخوي انت شايفني رامي حالي من برج خليفة عشان اعرف مين جوز علا الخيال؟ انتوا اللي كاتلين حالكم والله لما نتسائل. ايه هاي بقول كمان عاملين العرس بفندق. طب بيني معكم صور شيء. يا بابا مش مبين، مش هي هيهم بقولوا مش عربي حتى جوزها. طب مش عربي حطوا صورته؟ يا بابا ولا حدا عارف، ولا حدا عارف يا بابا. يا عمي وين اتجوزت المرأة؟ المرأة وين اتجوزت؟ بفندق. طب انا عارف بفندق. طب بفندق معكم صوره العريس؟ شكله بريطاني يابا، هي شكله. طب اذا بريطاني اكيد حاطين صورته. اسمعي تعالي هنا، تعالي هنا قومي. اذا بريطاني حاطين صورته، اشكار حاطين صورته، اسمر ابيض يابا. مش حاطين شيء، مش حاطين شيء. طب ما انت بتقول هي صورته يا عمي. مش صورته كاتبين يابا، كاتبين انه مبين بريطاني. طيب حطوا صورته على الكليل الواحد. وانت ليش كاتب حالك تعرف يابا؟ لا كيت الحالي شايفني رامي حالي من جسر عبدون، لا عرف مين هو عريس علا الخيال، عيب على اللي سائل. وانت ليش معصب يا اخوي؟ ليش كاتل لي حالك تعرف لي علا الخيال وجوز علا الخيال مين؟ ايش في؟ انا مش معصب يا اختي، بالعكس عادي، بس بحب اقول لك انت طالق. ليش شايفني كاتل حالي؟ اقول لك احسن. الله يسهل عليك، وانت فوتوا جوا. زين طلقت امي عشان عريس علا الخيال يا با؟ لا عشان خلفتك. يلا تفضلوا جوا، فوتوا جوا. وانت فوت يا مطويله. اقول لك كاتل حالك وكتلك الفضول ومعي صورته بدي شفرك فيها. طب والله ما نسال، جايبني حالي رامي حالي من برج القاهره عشان اعرف جوز علا الخيال. اتجوزت ولا اجعلها لا اتجوز. يابا يا فضيل معك صورته يا حبيبي؟ الله يرضى عليك يابا. ايوه شو صار معي؟ يوم سعاد شو بعرفها بجوز علا الخيال؟ يعني انت بتعرفين انا بحبش اتدخل. لساتك بتلدي وبتعجني، بعثي له الصوره. يعني انت عارفه انا بحبش اتدخل، يعني بس هيك فضول. شو المسا؟ هسه بتبعثي له الصوره؟ انت عارفيني بحبش اتدخل. سلام. هذه جريدة 2012، قال ثلجة إليكسر قديمة. وانت شو بدك بالجرايد؟ قلت بلكي شفنا صورة علا الخيال جوزها. اي يا زلمة شو بدك بجوز علا الخيال؟ ليش كاتل حالك؟ اختي انت شايفتني رامي حالي من جبال الهملايا عشان اعرف جوز علا الخيال؟ عيب على اللي سائل. والله انك كاتل حالك. بسرعة بحذي لي الصورة، بسرعة بسرعة. راحس بين معك شيء؟ طب ابعت الصورة، ابعتها بس على السريع. يا زلمة هاد صورة كريستيانو رونالدو مع شانر. يابا عرفت مين يجيب لك الصافي بخصوص علا الخيال؟ عيب على اللي سائل. ولا أنا والله. مين اللي بده يجيب الصافي؟ جارنا الصحفي أديب عمر، أجا من بريطانيا، زملاء صحافي يعني. قول يا يا اهلا وسهلا، شرفتونا. استاذ اديب عمرو زي كيف لندن؟ والله الحمد لله رب العالمين، هو الشغل نزل حبتين بس على الكل، بس عندنا الجو برد خالص فقلنا نيجي نشوب عندكم.
بس ما شاء الله يعني بنتك الفلعوسه كبرانه ها. ربنا يكبر بخاطرك، ما عرفتنيش انا مراته لميس النحاس. بس هو يعني عمليات التجميل ما بدها. استاذ اديب عماد. اديب عم يا اخي لو استاذ اديب عم، انت عشان بتشتغل بلندن بتعرف على الخيال الصحفيه اتجوزت، تعرف جوزها؟ لا لا علا الخيال ما اعرف. انت حد مره الاسم ده عليك يا لميس؟ لا والنبي يا عبده ما اعرفوش يا جماعه. علا بنت مش شاب؟ الله. طب انتوا يعني قاتلين نفسكم عاوزين تعرفوا جوزها مين ليه؟ لا احنا مش سالين، كنا اذا بتعرف يعني مرت عليك الاسم. قديش راتبك استاذ اديب عماد؟ الحمد لله الامور ماشيه خالص يعني. اي أيوة والله اذا ما بطرق لي ابو 5-6000 دولار بالشهر انا ما بفهم. ومرته زيه سبعة اخضر. 6-7 اذا ما بحصله 16000 دولار ما بكون ابو الفضل. هذا الحكي زمان غير السفريات والنثريات، شو فاهمك يا ابو الجرايد؟ طب سكتي سكتي، والله ما انت عارفه وين الله حاطك. اذا الاثنين مع بعض ما بياخذوا 16000 دولار ما بكون فضل. وي ولا القول لحاله على قمصانه وكنادر وبحط له 20000 دولار في الشهر هذا مش. طب اقول لك هالشغله بده بدلات 40000 دولار بالشهر. هذا القول كنادر بجنمية. أي والله ما بكفن هذول فساتين لهالمرة اللي قاعدة. طب مرته العمليات التجميل إذا ما بتكفي 100000 دولار هي شواربي أنا اللي بعرفهم. اسكتي اسكتي. أنت تعال هون، أنت ليش كاتل حالك تعرف قديش راتب الزلمة؟ أنت شايفتني رامي حالي بوادي النيل عشان أعرف عيب على النساء. أي والله إنك كاتل حالك. طب أنت طالق هاي الطلقة الثانية ارتحتوا؟ يا عمي مشان الله تحكي له قديش راتبك، مش راح نعرف ننام الليل، احكي له. يا عم إن شاء الله باخذ مليون دينار، أنت شو دخلك أنت وياه وياه؟ اطلع برا عين الأمم. صح أنت شو دخلك أنت وياه؟ إن شاء الله ياخذ مليون، مالك وماله؟ قديش راتبك وقديش؟ شو دخلكم فيه؟ اطلعوا برا. صحيح صحيحكم ما بتسروا. مالكم من راتب الزلمة؟ قديش راتبه؟ وعشري يا أخي قول لهم قديش راتبك؟ أنت برا أنت. صار مين ناسي الموبايل؟ انسوا نرجع لموضوعنا. إذا ما حلقها نط 60000 دولار هذولا بالتحليكين. أي اسكت اسكت، إذا ما نط النص مليون دولار أنا ما بفهم. إيه؟ هذه أختي لينا قاعدة مع شاب. إيه؟ هذه بنت لينا قاعدة بتحب. هذا الأستاذ حسان تاع الجامعة، أستاذ الجامعة. أكيد هذا معاشه بنط 4000 دولار في الشهر. أي اسكت اسكت، هذا مدرس ومع الدروس الخصوصية 15000 دولار. تبا سكتي سكتي، إذا ما نط 50000 ما بكون فاضل. تبا اسكت أنت وياها، إحنا في البنت قاعدة بتحب، إحنا في راتب الزلمة؟ إيه؟ قوموا نشوف قديش راتبه، تأخرنا. إيش يا حسان قديش؟ إيش؟ هذا اخوكي. هطل اخوي. هذا خال عارف، كيف حالك؟ لا تفضلوا اقعدوا معنا، لسه ما طلبنا غدا. طيب ايش معك؟ ليش الاحراج؟ احكي له. اطيب مطعم بيعمل سناك. بحب احكي لكم يجي جربوا لانه كثير زاكي. تعالوا هم يخلص الاكل، بحبكم باي على الخيار. ست علعول مبروك العرس، يا الله شو انبسطنا لك، كثير كثير كثير. بس وين العريس يعني ما شفناهوش؟ في له صور؟ الله يبارك فيك، هذا من ذوقك. بس شغلك وين العريس؟ على ايش يا اختي؟ طب ما هي الملكه اليزابيث تعرفنا من جوزها. انا مش عشاني، عشان هالمسكين يا ويلي عليه مش عارفين. استاذ اديب عم، استاذ اديب عم، قديش معاشك؟ بينا جرى في ايه مالك؟ ايه ده الناس دي؟ خلاص مش مش الله هيك اللي العب بعيد. لا يا اخوي انا مش عشاني، عشان هالمسكين بده يعرف قديش. والله مو عارفين من الليل يا ولاد. في شيء معلومة؟ يا علعول مطولين يا باشا؟ في ايه؟ ده انت مين ودخلت هنا ازاي؟ انا حضرتك دخلت من الباب، قالوا لي انت انك انتوا عايزين ممثلين، فقلت اجي على حضرتك. انت المخرج ولا الممثل ولا المنتج ولا انت مين؟ انا المنتج يا حبيبي. طب انتوا عايزين ممثلين؟ ايوه يا فندم. بص حضرتك انت للحين ما شفتش حاجه، انا مثلت حط عندك،
مثلت عدنان ولينا السندباد وعندك ماجد لعبات خشبيه. حلو. مثلته بمسرح المدرسه. الله. بالزقازيق. الله الله يا فندم، ايه الثقه اللي عند حضرتك دي؟ ده انا عمر الشريف احطه في جيبتي. الله، ده انت اكتشاف يا، ايه الثقه اللي عند حضرتك؟ ده حسين فهم الجديد. بصي وسامته لف يا حضر. حضر يا فندم. لف، ده جسمه بيقول. اسمعي، حضر الفنان، عندنا تصوير مسلسل جديد لبناني 40-40. اقلع يا فندم. لا تقلعش يا فندم، عايز افرجيك عضلات كتافي. شفنا يا فندم، شفنا. بص حضرتك، انت للحين ما شفتش حاجه، هتشوف بلاوي. بحبك. الله. يا عفو الله، شوية ده اللي قبالي وشه ولا قمر الليل. يا عفو الله، راس عريان وشعره وافي، انا كنت مفكره كيرلي. يا عفو الله، منو هيدي الاختيارة؟ هيدي منو ماما؟ ناسي شكلها. يا عفو الله، شعر اللي طلع وافي. الله لعن الشيطان، الله لعن الشيطان. حياة صافي، راسك عريان، غطيه. انت جيت؟ عفو الله، ايه جيت ولا خيالي اللي اجا؟ غطي حالك. يلا يلا عشان نحضر لك تتروق. يلا هاني ترويقة، احنا بنص الليل وانت بتقلي لي ترويقة. يا عفو الله، ليه ما قلتي لي شعر لك اللي مش ويف؟ عفو الله، شو بحبك. عفو الله، شو بحبك يا حياة. وانا بحبك يا صافي، خليني احضر لك تتروق. لكن مو وقت للترويه، نسينا من الترويه. واللي بسط الارض ورفع السماء ورحمه ماما، اني بحبك يا حياتي. لكن بحبك، بحبك يا حياتي. وانا بحبك. عفو الله، شو بحبك يا حياتي. الله عليك يا بك. ليش دخلت هلا؟ كان اخرتها شوي. ده انت فيه من زمان يا راجل. يلا جهز الفنان المشهد الاخير. يلا يا شباب. بص حضرتك، انت للحين ما شفتش حاجة. بص حضرتك، ده انت لهجتك اللبنانية عاوزة شوية شغل. حرام عليك يا زلمة، انا تلت سنين وانا عايش في اللاذقية وطرطوس. وين؟ طرطوس. طرطوس؟ وعشت 4 سنين في البصرة. مين اللي كلها دخان كله كان حد عنده بابيل؟ يلا يا شباب، يلا المشهد اللي بعده. يلا هذه امي اللي نايمة لازم في المسلسل. وامك يا اخي؟ والله ما عرفت، نسيت. يا عفو الله يا حياة، من كتر ما ضربوني شلاليط بطلت اشع. صافي لا تقرب صوبه. يا عفو الله يا حياة، بحبك حياة. اذا قوستيني يا حياة ما تخديني على اسبلتتي. شو بك؟ على الحكيم. ما تخديني على الحكيم يا حياة. يا صافي عم بقول لك لا تقرب صوبه. يا عفو الله، شو بحبك يا حياة. يا عفو الله، شو بحبك يا حياة. يا زلمة ما عم تفهم علي، عم بقول لك لا تقرب صوبي. شو بك؟ ما أنا مسلم حالي يا حياة. يا عفو الله، شو بحبك يا حياة. إذا قوستيني ما تخديني على اسبلتتي. سلم نفسك، تأكد إني ما عم بمزح، ما فيك تفل من هون. صافي ايه ده يا نجم؟ ايه ده يا نجم؟ ده انت عبكتني، ده انا طول المشهد وانا عيط وابكي. ده انت حتبكي كل البنات يا نجم. بص حضرتك، انت للحين ما شفتش حاجه، بس انا عايز اقول لك حاجه. يعني ازاي هي بوليس وانا تاجر مخدرات وحبتني؟ ده انا قتلت اخوها اول المسلسل، رامي عياش، الاستاذ رامي عياش، بلاش يزعل. طلع مشهد وانطخ، ده انا طخيته. وانا احكي لك بصراحه، بديش مخدرات، عمي كان تاجر مخدرات وانقتل، بديش موضوع المخدرات كله هذا. خلاص يا حسين فهمي، ده انت ليك عندي حته فيلم يجنن. عيال الجدعنه، وانت لهجتك المصريه تجنن. وانا معايا يا فندم. مين هي؟ ده انا اول مره اشوف ناخدي علي. فين الحياه؟ فين يا هل؟ والله ما عمري شفته بحياتي. شو مالهم هدول؟ أنا بقولها للمرة التانية،
عاوز ذكر وقفل في المنطقة. صوتك ياض ما اسمعوش. اسمعي يا منطقة، الوسخس اللي يحط ايده بيد الشيطان زي ما خرب بيتنا هيخرب بيتكم، وحق نجلاء وقطية وسوسن وخالدة وسهيلة وسوسن وغادة ونتلي ودانا، وحق حبيبة ونفيسة ومطعم حاشم هيرجع لكم. عرضنا عرضكم وطولنا طولكم، والوسيخس اهو بين ايديكم. الله عليك يا نيك. بس ايه العظمه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ دي لهجتك بتقولي مولود بالجونه. بص حضرتك، انت للحين ما شفتش حاجه. جهزوا الفنان للمشهد اللي بعده، عمرو عبد الجليل مشهد اليخت. بص حضرتك، اصل الفنان بغن عليه تليفونه مغلق. بتغن عليه تليفونه مغلق؟ فعلا حضرتك، وانا بغني عليه من ثلاث ايام تليفونه مغلق. سيبوه، هو شاف حاله حبتين علينا ولا ايه؟ يتغور بستين نيله، انا همثل مكانه. انت بتطلع في كل المسلسلات؟ شو ماله هذا؟ شو ماله؟ يلا ياض، كمان ياض، اطلع ياض، يلا ياض، اهدى ياض، جاب لي ثلاث ياضات وانا قلت لك عاوز ثمانية ياض. ما فيش حد هناك ياض. كيف ياض؟ انا فكرت هدول الياض مش هيكمل الهاء. اطلع ياض، ما فيش حد. اطلع ياض، انا مش هنط ياض. حرك ياض، تحرك ياض. ياض، ايه الكلام الفارغ اللي ضحك فيه على نفسك ياض؟ اه ايه ياض؟ ده ما ينفعش غير بالسيما ياض. انتوا موجودين بس عشان التوازن البيئي، ده انتوا ولا حاجه، انتوا حشرات، ده انتوا جرابيع ياض. اخرس ياض، ما سمعتش صوتك ياض، احكي ياض. انا النفوذ، انا اللي هو ياض. انت ولا حاجه ياض، ده انا خلي السلطان ابراهيم السمك يقريشك بعد ما حرقك وارميك في البحر ياض. والله ياض، ده انا رجالتي معبيه المكان كله ياض. ايه ياض؟ انت قلت لي فيش حد ياض. وانا مالي ياض، دول مستخبيين. ده ما فيش حد من مصر اللي موجود ياض. خفت ياض؟ خفت؟ ياض، حط الكوشوق عليه ياض. احرقه. حرقه. الكاز ياض. كوشوك ايه وكاز ايه ياض؟ ده احنا بنمثل ياض عشان يطلع المشهد حقيقي يا فندم. عمرينه ما طلع حقيقي يا اخي، انشوي يعني. ما هو بص حضرتك، وعجل الكوشوك كل ده ليه؟ كان جبته الكوشوق من المينا ودخلته له ليه كله كده؟ كوشوك ايه ياض؟ دي مخدرات ياض. علي علمي العالم، اي مخدرات؟ شو خزنه من المخدرات يا فندم؟ مشان الله، أنا عمي تاجر مخدرات وانقتل، بعدين هذا بتدمر الأجيال، أنا بديش مخدرات، بدي إشي طري يا فندم. ده أنت ليك عندي مسلسل تركي كله طراوة يا. بص حضرتك، أنت للحين ما شفتش حاجة، بس فين اليخت؟ مش قلت لي في يخت؟ يخت عليك، يخت منين أجيب لك يخت إيه يا؟ ده أنت خسارة فيك بانيوم. آه
الله 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 ده رمضان ما عملهاش بالأسطورة. أيوة يا إز الكرشي يا أيوة 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 كمان يا أيوة أيوة لوح يا أيوة يا أيوة بالعجلة يا خلاص يا حنضل نرقص للصبح يا بيتكم كتير حلو كتير عجبني في مساحات كبيرة بس يمكن لو استغليته مخازن يمكن أفضل لك مرتك شو حلوة بتقبرني يا أبش قلبي يا أبش قلبي شو حلوة لك هيدا من ذوقك لك مرتي لا شيء بالنسبة لمرتك مرتك كتير كتير أحلى لك شو جاب هيدا لهيدي لك وينها لك ها جاي ليك لك تقبريني إيش هتطلع إيش هالرفع هيدا بجنن بجنن يقبرني هالكسمات ما أحلاهم يقبشني هالبياض كله تقبر قلبي شو رجال مزوق ومقدر لك هيدي من ذوقك جد بيتكم حلو بس والله لو استغليته مخازن يمكن أفضل حط لنا شي مجوز شي ميوزك هيك طري نرقص لعيونك على طول شو هالمسخرة يا زلمة؟ أهلا عنا يا عمي هذا بركس مع مرته وأنا بركس مع مرتي عيب يا عمي والله بكرة بقدرش أمشي في الشارع هذه مسخرة بصوا حضرتك هالكلام هذا ما يزبطش معايا أعمل لك إيه يا نجم؟ كل المسلسلات التركية كده حط لي على فيفليكس عندي ليك ورق تحفة جهزوا الفنان لفيفليكس فيفليكس أخف ملابس علي الحلال يا عرسان البنات بس يشوفوني يا أخي بموتن علي ويا أخي ما بتعرف شو بصير فيهم يعني بس يشوفوني بصفن مرة من المرات خمس بنات زي حبات اللوبيا أول بس ما شافوني رموا حالهم من الشبابيك وال أنت ما أنت جذاب مظبوط يعني وجهك حلو وعيونك ساحلة وجهك كله سسبنس الله يسعدك أنا ما بحب أحكي عن حالي أنا زمان كنت بالجامعة البنات ما كانوا إنيش يدرسين ضلوا يطلعوا بعيوني ما يطلعوش على اللوحة ضلوا صفنات بعيوني بالآخر بالجامعة لغوا المحاضرات كل البنات بتطلعوا بعيوني فبطلوا أجل المدير الجامعة قال لي يا عرسان لو تتلثم لأنه عيونك كتير ساحرة قلت له شو زنبي يا أستاذ أنا زنب الجمال هيك الله خلقني شو أعمل قال لي طب بدنا نكمل هالسنة الدراسية صرت أتلثم يضلين هيك صفنا شو أجاني المدير قلت له شو يعني ألثم كفاي أنا كنت ملك جمال كل الجامعات في الشرق الأوسط أنا أصلا لبناني يعني مش من المنطقة هون أعمل تيك توك ها لكل البنات اللي بحبوني أنا بالسليفارد هاي لمست النبتة تقدروا تيجوا تلمسوها وتصوروا معها المسها وتصور لكل اللي بحبوني وما تصوروا معي بالسليفارد أنا هنا موجود في كوفي شوب سيني فارم هاي لمست الكرسي تقدروا تيجوا تتصوروا معها Thank you.
لسه ما عملناش شيء. ما بين شلة وحطة بالواجه ولا غلطة، مية أسخسرة جلطة مرسومة بريشة الفنان. ما بين شلة وحطة بالواجه ولا غلطة. بحبك. اشتقت لك. وأنا كمان. أنا سوري. والله جاد. شو مبين من لون عيوني؟ لا فكرت القميص عكس عليهم. لا أنا زي البسة كل عين شكل. طيب استناني شوي. ليش؟ بس بدي أعمل شعري وأتعطر. راجعت لك. أوكي يا قطة. بس بس مياو. راجعت لك. أوه مياو. هدي ماما. ماما. لا أنا مش نايم بالبيت. انسيني من الممر تاعي، أنا مش راجع على البيت، بدي شهر برا ماما. جريت غاز جيب، أنا بالمالديف. انسيني. مين؟ شوفي مين؟ جوزي، جوزي. مين يا أختي؟ جوزي. مين يا قطة؟ جوزي تاجر سلاح، حشيش وممنوعات وكل شيء موجود. ولا روح. جوزي مو في الحمام. ليش هذا الحمام كله مكسور؟ تفضل تفضل. ساعة يا جواهر، ساعة، ساعة لا تفتح الباب يا جواهر. ما كنت سامعة. ما كنت سامعة؟ أهلا وسهلا. يا هلا بك. شو تشرب؟ بديش أشرب إشي، ورجيني المسدسات والكليشينات بدي أروح. يا جواهر، كابتشينو بالنعنع وتكفري زهورات ماشي؟ نعم. كابتشينو بالنعنع، الحليب بالسحلة بأي شيء. يلا ماشي. وجاي. إلك عندي يا مكرش مسدس 9 ميل بلجيكي بيجنن على كيف كيفك. خد جرب وين بدك امسك. وين اجربه يا اخوي؟ باب الحمام مش شايفه من اخوالي يا زلمه. انا كل ما اطوش مع مرتي بضرب لي مشطين. جرب. شو جرب انت؟ انا شو اللي خسر يا زلمه؟ كيف؟ اوف والله قوي. اقول لك بدك شاطه؟ هاي فيه رشاش. امسك. وين اجرب؟ يا زلمه جرب على باب الحمام. الرشاش لا دخيلك. مين هذا؟ انا. لو تيجي كل ام العربيه بتقنعكوش اني انا كنت مزنوق وبقضي حاجه. مين هذا بقى؟ يا عمي شو عرفت انت صاحب البيت؟ مين انت؟ انا سسبنس والله ماني عارف شو بسوي. صحيح انا صاحب البيت. مين انت؟ دخيلك يا بنشر اتدخل. دخيلك يا عمي. مين انت؟ يا زلمه فيش مجال للصلح. ايش يا اخوي؟ في بيتي وبدك الصبح. صلح صلح. بنشر اتدخل. اهدى لا تودي حالك فتاية. خد كل اللي في جيبته وهي طلقها. سلم طمع 100% طل في جيبتك. حاضر. هاي راتب الشهر، هاي راتب الشهر والله غير 500 دولار. بس هذا يوم اليوم استلم. سلم ايديك. انا بس عشان عيونك. والله يسعدك. انا سوري مبين من عيوني. مبين مبين والله. اليوم اخذته. تفضل تفضل. تسلم يا حبيبي. تفضل. والله شكرا. بالطبع. انت قلت شو بتشتغل؟ بشتغل وزارة الشؤون المالية والري والخارجية. طيب حبيبي روح على شغلك. الله يسعدك. رجعت على المخزون. مع السلامة. امشي. هو كيف؟ كيف؟ هات وزع. خذ يا بنشر 100 دولار لك وانت 100 دولار يلا والباقي للمعلم. شو يا اخوي؟ شو بعد كل اللي عملته 100 دولار؟ اه يا اختي 100 دولار، بدك 1000 دولار على حساب جايب لك زبون معه 4-5000 دولار. ضل يشيشي من راتبي. الله لا يوفقكم.
وشرك. الحمام للمخزوق يا ساسبنس. الله يشلحوك وعيك. انت شو مفكر حالك زلمه؟ مش معجبينك؟ لا ما قلت اشي، هيني طالع. وين؟ هو دخول الحمام زي خروجه؟ انت والشمامتين اللي عندك؟ بوم. تعال. نعم. تعال تعال. اطلع. اجتمعنا اليوم عشان نخلص من القرف اللي قاعد بصير بالمدرسة والتنمر. مين فيكم اللي ضرب ماريو بالحمام اليوم؟ ما حدا بده يرد؟ طيب الجميع محرومين من رحلة المدرسة. عنبر، قصدي أستاذ عنبر، أنا بقول لك شو اللي صار اليوم. إحنا كنا بالحمام وأجا ماريو عامل حاله سوبر ماريو وقرب علي و حاول ودعيته، ما بدي اكمل، صح شباب؟ مزبوط استاذ، زي ما حكى. نوفل نوفل، احكي لهم شو اللي صار، انت كنت موجود. نوفل احكي لهم، احكي الحقيقه. احكي نوفل. ماريو محروم من الرحله المدرسيه. نوفل. هي انت مش دايما بقدر احكي بالبيت، البيت ملغوم. ايه هي انت كيف بتخترقي خصوصيتي؟ ييما مين عم تحكي على التليفون؟ مش شغله والله، لتقيت قتلي والله. بحكي لحازمه. حازمه هي بلاش حازمه. عنان ناوي لي هالتليفون هاد جاي. ما هي تحكي مع بنات؟ والله قطعك. والله نقول للبابا. اوكي حبيبي اوكي. هي انت بابا بكون قاعد انا بغرفتي، بتدخل بنتك وانا بحكي مع صاحبي على التلفون عن الدراسة وبتفضحني. وين الخصوصية؟ لحظة لحظة، ايه ده حبيبي، ما تزعل حالك، خواتك خايفين على مصلحتك. ايه ده حبيبي؟ اوكي. هي انتي تدخليش على غرفتي. حقك علي يا ماريو، أنا بعتذر إني ما حكيتش ولا كلمة، بس أنا مطرود من 10 مدارس وأهلي حلفوا يمين أي إنذار باخده إلا يخلصوني من المدرسة وروحوني وأشتغل بكراج بابا. أنا آسف، بعتذر. أنا آسف ماريو. وأنا كمان آسف إني صيحت عليك قدامهم، بس ما قدرت لأني أنا صرت أبكي. بعدين هذا العنان مش عارف شو بدي اسوي فيه، مقهور منه كثير. توكل على الله، انا معك، احنا لازم ندمرهم. انا عندي خطه. ايه انت اقعد.
عنان الحق يا زلمه، سمر صاحبتك برا حاطه البكم جوا المدرسه بستنى فيك عشان تشلفه. شو بتقول؟ فتحتني. هي انت حط الشنطه هون وسكرها بسرعه. نيالك يا عنان. هي انتي شو بتعملي في المدرسه؟ فتحتيني رح تفضحيني. تعال ما عليك. شو قلنك جريئه؟ وين اخذيتني؟ تعال وين اخذيتني؟ هي انتي مجنونه؟ انتي كثير جريئه، انا مش شغل مخازن، ايش بتعملي عمالي؟ بحبك يا اهبل. بس مش هيك، فتحتيني قدام اصحابي. حازمة انت من امتى بتحمل الجان؟ اذا بسمع انك بتحكي مع بنات بفرغ بنص راسك. انا مش تحت شغلات. هي انت هي انت احمل لي اياها. بعد عني هيه انتي ابعدي عنه في ناس كتير وسخة. ايه عيب عليكي. بعدي عنه طافح. تخافش شكرا كتير عنا متفاق قوي. ولا يهمك يا نوفا، في ناس كتير وسخة هون. ايه ايش صوتها؟ ايش في عندكو؟ في ناس كتير مش محترمة، مش عارفين وين نروح منهم. أستاذ انت اللي مش محترم، هاي ست كبيرة وعيب تحكي عنها هيك. أهلا أمل. هي انت دائما بتنقذني. سوري بس سمر عم تستناك برا بالبيك اب، قال عملت لك مفاجأة. حبيبتي سمور قال لسه مش شبعاني مني تاخذني على المزرعة. شباب غطوا علي لما اشلف. يا ولد انت كثير عم بتشلف، بخاف في يوم تيجي مرة ويمسكوك. مع سمور دائما بحس بأمان. حرمت من الرحلة يا لئيم، والله لا أفرجيك. بعدين ما هذا أنا دائما غايب شو قصة؟ ألو. مرحبا سيدة أبو عنان، أنا الأستاذ عنبر من مدرسة عنان. يا هلا فيك، تفضل. حاب اطمن عليه انه صار له زمان ما داوم عندنا. شو؟ كيف ما بيداوم؟ كل يوم خواته بوصلوه على الباص. وين مسؤوليتكم كمدرسة؟ والله لعشتكم. هينا جاييكم من ربيكم. نوفر وقع. مين وقع؟ عنان اجى صاحبته سمر بتاخدها على مزرعتها وبهي وشلف معاها. مين قال لك؟ شو مين قال لكم تسمعهم هلا بالحمام؟ انا بدي انهي حياته فرصتي. هلا بنبعت لاخته حازمه مسج وقال لها انه هيو شلف مع سمر على المزرعه. اوعى يا زلمه كن احسن منه، ما تكون هيك. ايه شو مالك انت؟ مش احنا اتفقنا انه ندمر حياته ولا شو يعني؟ اللي يكون عطاك شوية التنشن صار محامي دفاع عنه. عن جد انك رخيص. مش هيك بس فكر منيح، هاي اخته قوية ممكن تقتله، فكر منيح. تعال اطلع. وينو ابني؟ يابا انا عرفت وينه. وينه ابني؟ وينه؟
فوت، ليش متوتر؟ أنا مش متعود على هيك شغلات، أنا عمري ما رحت على بيوت بنات، أنا مش من هذا النوع. إذا خايف بروحك. لا لا مش خايف، بس أنا مش من هذا النوع. على فكرة حضرت لك مفاجأة كتير حلوة. أنت مش من هلا نبدأ نتبارد؟ رجعت لك. الصور كلها رعب، بلشنا رعب من أوله. شو هذا؟ بيتها كتير بخوف جد، بيتها كتير 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 رعب. يا الله البيو كتير حلو. مش قلت لك عملت لك مفاجأة كثير حلوة؟ صحيح وين موبايلك؟ بالشنطة. وين يعني بده يكون موبايلي؟ شنطة. بغرة! 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 بتعرف تسبح؟ فشرتي، انا بسبح ب 18 متر بس انت فاجئتيني. يقطعك. صح سمكي ما شاء الله. اسكت، في صوت. انت جايبه حدا؟ لا مين بدي اجيب يعني؟ علان! حسمة يا شو جابك؟ وعدت تفهمينا غلط، ما صار اشي مش اللي ببالك ابدا. اخرتي حزمة، بليز 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 تفهميناش غلط، والله ما صار اشي، ما عملناش اشي والله. حزمة ولا يا مصدي، شو بدهم يحكوا علينا الناس؟ ولك جايبتك بنت على مزرعة. حزمة بليز، ما صار شيء، انا كنت بدي اغرق واوعيه نبل والبس اوعيها لمقلعطات، انا بلبسش هيك اشياء، انت بتعرفي يا حزمة. هدول اوعيه يا اخرتي. شو بدهم يحكوا علينا الناس؟ شو بدهم يحكوا؟ حزمة بليز بليز، شو دخل الناس بالموضوع؟ بليز انا فكر في بابا وشركاته، فكر في ماما وصحباتها والكوفيره تاعتها، فكر بالكلب بيكي واولادها ايش بده يصير فيهم، فكر في البسه كاتي والبسس اولادها ايش بده يصير فيهم. حازمه بليز. حازمه ما بدي اموت وانا لابس هيك. أبو الحبال، امبارح حلمت لك حلم بجنني كثير، كل اسناني وقعين، لقيت المزهريه ذهب. الله هذا الحلم شكله بجنن، راح ابيع كل المحل اليوم، شكله حلم خير، انا متاكد زي ما بقول لك، مش راح يضل ولا قطعه ذهب ان شاء الله ان شاء الله. السلام عليكم يا ابا نبيل. بلش الخير. عليكم السلام. من أين تعرف كنيتي يا بنابيل؟ أنا عملك صالح يا بني. بلشنا نتخوت يعني، صح يا أخوي وجهك حلو وكذا وبشع نور، بس يعني تقلبهاش فيلم هندي عملك تتخوتش علينا. يا مرحبا، تفضل تفضل، أجو زبان، تفضل يا شيخنا تفضل. مرحبا. تفضل أهلي. مرحبا. يعطيك العافية. يا أهلا تفضل، عبين ما أسليك الجماعة. مع الشيخ زم مالكم، شيخنا الجليل. اهلا وسهلا يا حبيبي، تفضلوا. اهلا وسهلا. صديقي بدي تورجيني شو في عندك، هيك ارقم ذهب مرتبه للعروسه. اهلا مبروك عروس. الله يبارك فيك، انا كل صحباتي حكوا لي انه الذهب عندك بعقد. عندي تشكيله ذهب. قاعد يعني. فرجيني احلى تشكيله ذهب عندك. كل بنات المنطقه بيطلبوا من عندي ذهبي قاعد على الآخر. هلا بفرجيك تشكيلة كتير 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 رح تعجبك كتير. شوفي.
وبعد شوفي عندك هذا الخاتم تاع السلحفاه بموتوا عليه البنات بموتوا. لا لا مش عاجبني كثير سيستو هيك اوفر. لا لا ما بدي اوفر. فرجيني شغلات ثانيه. انا دونت وري. هلا بفرجيكي كل بنات المنطقه بحبوا كثير 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 خاتم الحرباي بموت عليه بموتوا بموتوا. شو رايك؟ نو نو كمان لا. عندي كثير اشياء عندي كثير اشياء بتقعد. شوفي شوفي. لا 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 فرجيني مش عجبتني بدي هيك. هي اشياء تفضلي شوفي. هذا الحلق هذا كثير عجبني اللي هناك. انا حلق لو سمحتي تفرجيني اياه. هذا بلاستيك يا اختي تفضلي. واو عجبك؟ كثير عجبني كثير بعقد. هذا بعقد كثير. طيب اعطينا اياه. هذا قديش سعره؟ هذا اخوي هذا كله 3 دولار. طيب معك فكت 100؟ مش مستاهل ما هو الفلي على ايامي 3 دولار. خلاص يا اختي خديه مبروك عليك. اوعى تقعد على الشيخ اذا مجنون انت. مين يا زلمه؟ شيخ مين؟ ابو نبيل. فيش غير احنا وياك بالمحل. مالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مالكم يا زلمه؟ ايه شوفي يا عمي روح اطلع انتوا ناقصنا مهندسين. اطلعي خديه ببلاش. لا هذول شكلهم معطينا مش شايفينك يا زلمه. قال لي يا زلمه صرعتنا ما شافوك كاهر شافوك لم يروك يا شيخ. انا عملك الصالح ما حدش بيشوفني غيرك. حقول يا زلمه انا راح اقرا عليك لتزيد البركه فيك وفي مالك. وانت شفت اول زبون اخذ حلاق بعاد بعاد بلاستيك 3 دولار. امسح وجهك بهالمنديل لتزيد البركه. ما بارك فيك يا شيخنا والله انك اصيل وانا زلمه حبيتك. تعالوا بسرعة بسرعة. يلا يلا امسكي امسكي يلا 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 حركوني. والله يا هبا الحبان محسوبك هبا نبيل شلحواوي ما ظلش ذهب. يا ويلي اللي صار فيه. روحت اتدينت شوية فلوس وجبت ذهب للمحل. والله جمعت بياحد عدوني على خزوق. انا عارف هالحلم اللي بضل احلم فيه يا زلمة. امبارح اسناني كل انوجعن في الحلم. لقيت في سلة القمامة. ضليت اقلب من حاوية لحاوية لقيت اسناني. الله يسترنا من هالحلم. الله يسترنا. السلام عليكم أبو نبيل. عليكم السلام. سكر المجرم أبا نبيل. والله هلا خلص عليك. والله هلا أنت في شعرك شعرة شعرة بيعد أبا نبيل النصاب يا مجرم. فش لديك أطفال؟ فش لديك عائلة؟ هل لديك يا نصاب؟ ولا يهمك يا أبو نبيل. إحنا قبضنا عليه بس ضل يمثل الجريمة. مثل الجريمة؟ جايب لي 2 واحد وواحدة. قال إيش إنه يشتروا ذهب وبيقعد وبهذا الطقم بيقعد. قال إيش أجا بده الشاب يقعد بحطنه. بقول له أوعى حطني الشيخ. لا بقول لي فيش حدا. فكرت حالي بهلوس. قالك يا دجال يا نصاب مثل للشباب كيف سويت؟ يا سيدي أنا دخلت عليه وقلت له أنا عملك يعني الصالح. وبعدين قلت له هاي خذ منديل امسح وجهك فيها هذا مقروء عليه. بس هذا اللي عملته يا سيدي. كذب جيت قلت له أعطيتني المنديل وقلت له عملك الصالح شممني إياه. مثل بالضبط. مثلها بالضبط مثل ما صار. مثل كل التفاصيل عشان الحكومة تعرف كل التفاصيل بالضبط. طيب يا سيدي هيك أعطيته المنديل. شممني إياه يا سلامي. هيك شممني. أيوة شممني إياه. امسحوا لي المحل شباب. يلا يا حبيبي بسرعة بسرعة بسرعة. يلا 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 امسك. لا عد لا عد ابو شراك. والله الفيلم الثاني اللي عملوه فيه بعد اكثر من الاول. شلحونا وعي. ما ضلش عندي ذهب. ضايل بس طحونتي الذهب وكم طقم تقليد ستاتي. والله ما انا عارف هالحلم اللي بضل احلم فيه يا زلمه. تاع الاسنان بقعن. امبارح شفت في الحلم اسناني وقعن لقيتهم في المرحاض. الله يستر.
السلام عليكم. اي شرفوا. برجع لك. السلام عليكم اخي ابا نبيل. كمان ابا نبيل بعرف اسمي. لا هذول مستقبليني رسمي. تفضل. ما شاء الله ان العقد يعقد. اوهو كمان بقعد. انا من جماعتهم. هذول شايفيني خروف العيد شكلهم. اخي ابا نبيل. نعم. ارجوك ان تضع ما يجول في خلاجاتك من تبرعات للمساكين والفقراء. كمان منديل. نعم. عشان اشم هو صفر انه بكل ذهب. حياك الله حياك الله. حزم سكر لي المنطقه كلها. انتظر قليلا يا شيخنا. انت كريم يا ابا نبيل كريم. راح افرجيك الكرم على اصوله. يا هذا ما نجس هذا. نعم. كلت فيلم بقاعد. شمطي الشيخ هو جبت له شلال ربع. فكرته من جماعة بقاعد. طلع شيخ عن جد. حكمونا 10 سنين. الله غير يخمش في هالزنزالة بتاعت. ضلش معي غير 2000 دولار. اللي صار فيه ما صارش في حدا. اللي صار فيه ما صارش في حدا. كنت جلعك انت استاذ. صار لي 3 سنين يا ابو نبيل واليوم عندي افراج. انا 10 سنين. امسح دموعك يا ابو نبيل. امسح دموعك يا حبيبي. لسه اول يوم بدك تتعود يا ابو نبيل. امسح دموعك. امسح دموعك يا ابو نبيل. امسك يا حبيبي. مرسي مرسي. أبا نبيل رجل بعاعد. يا شرطي أنا خلصت محكوميتي إفراج. شرطي أنا إفراج اليوم. بارك الله فيك بارك الله فيك. الو. والله أبا الحبان ما ظل ولا سن في الحلم. ركبت طقم أسنان المرة. الله يعطيك العافية. مرحبا أبو شباب. يا هلا والله. مش هذا محل ذهاب؟ كان زمان. هلا قلبناه فلافل وصاجية وبنشوي فر إذا بدك. أشوي لك 3-4 فرار؟ غريبة. على فكرة أنا شايفك. الله يهلك جماعة فياحي. حرف فاضي يا حبيبي. 100 حبة فلافل ب3 قروش. مش ضايل بحيلتي غير هالسنزال وبربي. بقعد على اخر. مقلوبة كبسة. يما شو بدكم اعمل لكم؟ قولي ليش حابة؟ لما شفت قلبي دقي 3 دقات. كل سنة وانت سلمين. رمضان كريم. الحمد لله. السنة ولا حاسين فيه نهائيا. يعني هذا أول يوم ولا حاس لا جعان ولا عطشان. ولا في اي مشكله الحمد لله. كم يسوي لنا فنجانين قهوه حبيبتي. بمزح. انا السنه فايك ورايك. حتى الدوام طول الشهر مش رايح اداوم. بديش مشاكل مش معصب. انا فايك ورايك السنه. الله يخلي لي اياك يا فايق وتضلك رايق يا رب. الله يسعدك يا حبيبتي. امي رواب صايمه يا بابا؟ طبعا بابا. عطشانه شوي بس بصمد بصمد. بتصمدي؟ هي شواربي اذا بتصمدي للساعه 11 يا نص نص.
هاي أكيد أمك. طيب ما هي الوحيدة اللي بترن على الأرضي، الوحيدة اللي مقتنعة إنه الأرضي أوضح وقال أشرح، هي الوحيدة اللي بترن على الأرضي في كل الوطن العربي. آه يا عمتي كل سنة وإنتي سالمة. فايق فايق أعطيني إياه. آه يا عمتي فايق فايق كل سنة وإنتي سالمة يا عمتي. أعطيني فايق. خد هاي أمك. آه ماما يا أمزح معك. إيش يما أنا بعرف أحكي ماما. الحمد لله رمضان السنة خفيف نظيف. هاي الساعة 7 الصبح لا عطشان ولا جعان بس حاس شوية نشفان في الريق. بيني وبينك لا صح لي خروف محشي بمزعه. بمزح معي طبعا. نفطر عندك انت حصتنا يا حج جوال. حبيبتي حبيبتي يا ماما حبيبتي يما يما خلاص يما. يعني انا مشتهية يجي اول يوم رمضان وانا اللي اطبخ. البنت صارت طولي ما بتعرف طعم طبيخي. مثل الحلال حدا بصح له ياكل هيك ببلاش وعلى البارد المستريح وبيحكي لا مشيها. اللي بدري بدري واللي ما بدري بقول فات عدس. بابا شرب التيتا انا ما بحبها. ولا هي بتحبك شرب التيتا. سلكيها بمخللات يا زلمه. كل رمضان بصير نفس القصه. اذا رحنا بكير بتحكي لشو جايين بكير ما انا مشتاقه لفايق، واذا رحنا متاخرين بتحكي لشو جايين متاخرين جايين يتأذنوا. انا تعبت خلاص عاد خلاص خلاص انا تعبت. وين رايحه؟ رايحه انام لموعد عزيمه امك. مش عارف ليش كلكم بتقضوا رمضان نايمين وهيك بلس جنبكم. وين رايحه نص نصيص؟ انا كمان حاسه حالي عطشانه وتعبت شوي بدي افوت انام. اذا بتصمدي للساعة 10 هاي شواربي يا نص نصيص كيف لو انك انصحي شوي. انا الحمد لله انا السنه فايق وري والله. السنه خفيف نظيف الحمد لله. هاي الساعه صارت 7:15 ولا حاس باي عطش ولا جوع. خليني اكون مكليلي بطين احسن لي. الزعبه بزع. الله يمضي هالشهر على خير. شكلي راح احرق البلد واللي فيها. شو مالك؟ خير يا جار. الله لا يمسيك بخير يا جار. خير يا زلمه. شو في الدنيا رمضان اول يوم اليوم؟ ما هو عشان اول يوم رمضان. لو ثاني يوم رمضان ولا اخر يوم رمضان حرقت العماره. حرق السياره من قدامي. والله حقك علي. امبارح روحت مش شايف قدامي فكرتها سيارة مرتي. ليش هو انا عندي سيارة؟ مش بقولكوا كنت مش شايف قدامي؟ هلا باش متكف بخليك تشوف منيح فاهم؟ خليني فايق ورايق يا سعدون. وانا مالي ومالك فايق ولا رايق؟ حرك السيارة بقول لك. بقول لك خليني فايق ورايق. اضطرك تحكي لي فايق ورايق. مش عارف مع مين بتحكي انت. خليني فايق ورايق بقول لك. تحكي ليش فايق ورايق؟ فاهم؟ تحكي ليش فايق ورايق؟ بقول لك معزوم عند امي حرك السيارة. خليني فايق ورايق. بقول لك خليني فايق ورايق. هاي مش سيارتي. هاي سيارتي. اه صحيح هذه مش سيارتي. هذا شكلك انت اللي كاين مروح مش شايف في الليل مش انا. هاي سيارتنا ليش صارت كل هالمشكله؟ ما انا فاهم. التاكسي بستنانا يا فايق. اه صحيح احنا ما عندناش سياره. يلا مالكم هاي سيارتنا اركبوا اركبوا. هذه البنت الوحيده هي اللي مفطره هي اللي مجمعه. يلا احنا كنا يلا. مش مجمعين. يلا متاكدين هذه سيارتنا؟ اه يلا امك بتستنانا. يلا هلا وسهلا. هلا وسهلا. يعطيك العافية يا عمتي. هلين هلين. أساعدك بشي يا حبيبتي؟ لا والله حبيبتي ناقصنا بس واحد يأذن. مدري عليكي. هلا يما. ليش يما كيف حالي؟ الحمد لله. يا باي شو حاطة أكي؟ صحة وأنا أكاد أكاد. والله ما أنت مخلي صحن اللي حطيته. الصفرة بتنغل نغل أكل. يا باي شو طابخة؟ وين أبوي؟ نايم. خليه نايم طول الشهر نايم. بصحى آخر رمضان آخر يوم بضرب طول الشهر بيوم. أنا أصلاً بشوفه بس على عيد الفطر. برضه شربة يا ستي؟ لا يا حبيبتي الجمل هي بالفرن. أنت بس اصبري شوي. هي بتعرف تسوي غيرها؟ أنا ليش ردت من الدار وعمري 14 سنة من شرباتها؟ الكلون صار عندي زي عجل الكاوتشوك. ابني حبيب الله يرضى عليه. ابني الوحيد أحسن من بنات حبيبي. يما يما بس انت عندك مشكله. حظك بالدنيا مش ظابط وقاعد وصابر على المر. لو تعطيني يوم بس بحلل لك مشكلتك. اساعدك بشي يا عمتي؟ تساعديني بشو؟ هاي لك على السفره. بدنا نفطر شوربه. تخيلي منسف. تخيلي منسف يابا. خليني فايق ورايق. الصهره لسه بوالها.
ما عليك بتصير خايفة من الشاي؟ هسه خايفة من الشاي؟ يا عمتي ما انت عارفة اني بخاف من الكلاب، جايبينه وعايشينه عندك. اي والله بتخوفي بلد. شو قصدك؟ يي سلامة فهمك يما، يا حبيبتي هالشاي احسن منك ومن كل عيلتك. قولوا بس، انا ما بسمح لك تحكي معي وانا ما بدي افطر. بدك تضلك انت ضلك عند امك، انا رايحه. طب انت طالت بالسلام وقسما بالله لا ارنك كف اخليك تفطري مش قاعد عن المغرب، قاعد عن الجزائر. انت طالق طالق طالق، اطلعي برا. اني طالق؟ اطلعي برا. جاي معي ولا مع ابوكي؟ خليها عندي، اصلا انا بعرفش البيت. ليش طالعه قصيره؟ انا طويل وانت طويله، وهدي ليش قصيره؟ خلي الواحد صايم. ايه لا ما اذنش. طيب ارجعها يعني؟ ما صرت شربها، صرت شربها يما. طيب بما انك يعني فايك ورايه، ايدك على 500 دولار عزومه لاخواتك الثمانيه وخالاتك السته وعماتك التسعه. طب اعطيني يومين تبيع البنت ان شاء الله بعطيك اياها ال 500 دولار. بديش اكل شوربه. يجعلك برنك بخليك تفطري مش على اذان المغرب، على اذان موريتانيا. اهدوا خليني فايك ورايك. خلينا نكمل السلام زي العالم. هادي نشرب قهوة بحتة بعيدة ولا ليش بدي اشرب قهوة بحتة بعيدة؟ المحل في شي ناس، شو بنيته؟ طب ايش في كوفي شوب؟ ما اذنش. هادي نشرب قهوة، خلينا اسوي لي فنجان قهوة. ليش حبيبتي؟ صباح الخير. الحمد لله الساعة 7 الصبح، لا عطشان ولا جوعان، بس عندي شوية نشفان في الريق. السنة الحمد لله خفيف ونظيف، أنا فايك ورايك السنة. أنت صايمة حبيبتي؟ صايمة، شوي ريقي ناشف. تعبانة؟ امبارح صمتي للساعة 11، اليوم إذا بتصمدي للساعة 9 ونص ممتاز. وأنا تعبت بدي أقوم أنام للأذان. لا لا يا حبيبتي اسمعي، روحي عند دار اهل امك، لانه امبارح صار سوء فيهم انا وامك، شفتي دكينا ببعض، وامي بتعملش غير شوربات، شوربه بشعريه، واحنا اليوم عندنا بالشركه عاملين افطار جماعي للنقليات للسائقين والشوفاريه، فراح يعملوا لنا اكيد شوربه، فحبيبتي افطري عندهم، ولا شو رايك نسوي لنا جاط بيض نشجع بعض شو رايك؟ بمزحش بدي؟ تفطري؟ نص نسيس، روحي عند دار اهل امك. انت كل سنه هيك نطيت 22 وانت تقولي دفتر. لو شدت علي شوي قليت البيض. فاضي نشرب قهوه بحته باي. طب ليش حته بعيده يعني؟ هيك على زاويه على جنب، بعدين دنيا رمضان، هذا شكله المغني والفرقه الموسيقيه كلهم مفطرين. الو ماما، ايش يما؟ طيب انت عازمة اخواتي اليوم؟ ممتاز. شو مشكله؟ مسوي شوربه بازيلا؟ طب حلو والله، هيك بشكلي كثير. لا والله انا معزوم بالشركه افطار جماعي لمدراء النقليات، مش راح اقدر والله. لا لا ماشي. ادعوا للحج المرحوم صبحي بالله يا شباب. شو في يا شباب؟ شو في؟ شو في اكل؟ والله انا معزوم على افطار على خروف محشي. طيب اجرنا الحج مرحوم صبحي. الله يرحمه، الله يرحمه. هو المرحوم قال لكم بس توزعوا صحن واحد رشوا. اجوا يا شباب، اجوا، يلا. الله معكم، ادعوا للحج المرحوم صبحي، ادعوا له بالله، ادعوا له. الله يرحمه. الله يرحمه. تأخروا والله المرحوم لا تولع معه. بابا لا حبيبتي افطري عند دار ماما، عند اهل ماما. انا راح اتاخر شوي لاني معزوم على الافطار في الشركه، عاملين هيك افطار لمدراء النقليات. هنزل الاكل، نزل الاكل. نروح المرحوم الحد صبح شوي يا زلمه شوي.
امبارح الاكل ما عجبنيش، كان مالح يا مرشين. علبة ملح، خففوا ملح شوي يا اخي، بلاش المرحوم تولع معاه الله يرحمه. وحطوا حلو، جيبوا حلو، جيبوا حلو يا اخي. مش في حلو ام علي؟ سموه حلو المرحوم ابو صبحي، بصير بران، وزعوا على العالم. طيب هاي عن روح المرحوم الحاج صبحي الله يرحمه، هو بس وصى وحده. هاي عن روح المرحوم يا ام المرحوم، كلكم بس حنين عن روحه. هاي عن روح المرحوم. ايوه انت على فكره كل ما اجيت تروح ما بلاقيك. وين السياره ورا؟ هناك يا اخوي. انا عن روح المرحوم الحاج صبحي. يلا يا اخوان يلا استحملون استحملون استحملون. ليش تاخرت؟ وين كنت صايع يا زلمه؟ مالك انت؟ مالك صايع انت؟ ليش تاخرت؟ ايه ليش تاخرت علينا؟ مش شيء فيش شيء يا اخوي. كيف فيش شيء يا زلمه؟ اللي ساعه متروك، انا مرمي زي الكلب في الشارع. ايه وانتوا يا زلمه فيش اكل تاكلوه في دوركم؟ روحوا افطروا في دوركم. مالك انت يا زلمه؟ مالكم مالكم يا زلمه؟ ذاك المرحوم ينجن؟ مالك يطلع من قبره يشفي الشيف؟ ليش تاخرت؟ ايه شو الاكل اليوم؟ اوزي وكمان اوزي؟ إلنا 15 يوم بناكل اوزي يا زلمه. الاكل دلع دلع، حطوا مليح، بطني عمل، جيب منسف، جيب اي شيء، جيب خرفان. طيب طيب اخوي طيب، حاضر. وش شغله يا زلمه؟ صار لي ساعه بزمر لك، مسكر الشارع يا زلمه. انت مش عارف مع مين واقع؟ معزوم عند امي، انا الوحيد بين 10 بنات، مصه دمي. مالك يا سعدون؟ مالك يا زلمه؟ اهدى اهدى، روق روق، خد نفس، خليك فايق ورايق، روق. هلاخ هلاخ. شو شو يا زلمه؟ روق فايق ورايق، خليك. شو تاكل؟ شو في اكل؟ اه طبعا. شو بدك، سفينه ولا فخده؟ اعطيني سفينه. اعطي فخده. تفضل خذ يا حبيبي. اروح الحج مرحبا الله يرحمه. انا اعطيني فخده يا حبيبي الله يرضى عليك. حاضر فخده. فخده حاضر. اعطيني واحد تتحلى؟ اه بنتحلى، واحنا بدناش انسان يعني نتحلى. ولا يهمك سعدون، هلا بنجيب لك حلو. ولا يهمك حبيبي، ولا احنا محسوبين شواربه. اعطيه حلو. والله اليوم ما جبت حلو. ده بعد لك يعني قدام الناس عيب عيب. خلاص بكره بقى، بكره بحكي معك. اه تاخرش بكره. اه تعال يا سعدون، تيجي على نفس الموضوع. حاضر. الله يرحمه الحج، صرت دافع 10,000 دولار من جيبتي. خلينا نجيب له بكره حلويات ام صبحي، بلاش يفضحنا. هنروح الحج المرحوم صبحي. خذوا يا اخوان، خذوا يا اخوان، خذوا. حبتهوش؟ دلع دلع والله، لا امسح فيه الارض. المرحوم راح تولع معاه. اسمع، فكرك رمضان الجاي فيه المرحوم؟ في مرحوم غيره، بس بموت واحد في السنه مليان مراحيم. انا رمضان جاي معك، بدي اطلق مرتي. انا طلقتها الاسبوع الماضي. عندي ولعه، معك سيجاره لإلها؟ عندي جيبه، معك 100 دولار لإلها؟ تتخوت قاعد؟ تاخر، صار له ثلث ساعة مأذن يا زلمة، متنا من الجوع. والله عمره ما عملها، راح امسح فيه الارض لما يجي، سوت وجهي معاك. هيجا هيجا، وين كنت تهملن؟ صف يلا. هي علينا. وقف هلا، وقف هلا.